حياتكم، شاركوا في اخباركم. اليوم عبود راح حال هلق الزين ومين رجع يسبح، وانا لغسل اسوي له عيد ميلاد. يا رب قبل لا يجي عبود وهو طلع اول، وهو يدلي له اسوي له عيد ميلاد ومفاجأة. اليوم عيد ميلاد بلونه اصفر، وهم في كرمش الكعكة. أسأل الغرب يا رب قبل متابعين قبل لا يطلع عبود من الحمام. تعالوا ويانا، تعالوا متابعينا لنا ساعتين بالغرف. نجيب الكابوس، انا بجيب طبق من زيت ليمون. العبود هدية باعوا بيسوت نوردو مال ميسي. ثاني نجيب الشرابة. عسى فتحنا الكعكة مع الأسامة وباع اللي فوق. عبودي بالغرفة طيب الدين، وأسأل أطفي الفرن وشغل الشموع، ونجيب هيجي أغمض عيون بيدي. هسه ما بقى شيء، بس أشعل الشمعة وأجيب أطفي الواجب بودي يتمغمض وأسوي له مفاجأة. مسوي هنا عبودي، أنا محضر لك مفاجأة بس ما مزعل منك. يا رب تساعد محتاج عند لطة. أفتح؟ واو، كايز فامس كيكة. أنا طلعت أول. ياي. وهاي طابع لك. واو، هاي الطابع نسيت لمياء. أنا طلعت أول. واو، نسمع الناس بلونة أصفر، الكيكة لونة صفراء، الشموع، القبعة، الطابة، الهدوم. بس أنا أسير بالتقاليات، مو اللي كنا صفر. نفس الشيء. لا هذا في شوية صفر. شكرا جزيلا على هاي الطابة، طبعا كلش عجبتني. وهاي الشهادة من شيء بالأول، هاي الشهادة بالثاني، هاي الشهادة بالثالث، هاي الشهادة بالرابع. وطبعا هاي السنه تشتري البنات. هسه راح انقل ويا الولد صف الخامس. هسه راح يطلع وش بس ست ليمون من غير انك راح اشكر ست ليمون. يلا اغنيه ونقوم نرقص. يلا كلنا بنقول مبروك.
الكعكة. أسرح وأخرى الشماعة أمد ناكل. يلا حسن أكل. لا أكل منها منها من جوا. لا من على حين. يمي. باي باي. تريدون؟ هاكو.